أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل قوله تعالى وأقيموا الوزن بالقسط مشابه في التفسير مع قوله تعالى ويل للمطففين؟ وهل تفسير المطففين الذين ينقصون الناس حقوقهم عامة أم في الموازين فقط؟ قلنا لكم إن الكيل والوزن من جملة الميزان، من جملة الأمور التي يجب العدل فيها. فالتطفيف في الميزان هو في الكيل والوزن هو من التخسير، ولا تخسروا الميزان، داخل في قوله تعالى ولا تخسروا الميزان. وتوعد الله عليه بقوله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وذكر الله عن قوم شعيب أنهم ينقصون المكاييل والموازين ويبخسون الناس أشياءهم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، يأمرهم عليه السلام بذلك. فبخس المكاييل والموازين كبيرة من كبائر الذنوب، وهو عمل أمة أهلكها الله وهم قوم شعيب، وهو من إخسار الميزان ومن التطفيف. نعم.